الخير وأهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. أنا هكون معاكم على مدار ساعتين لمتابعة أهم الأخبار المحلية والدولية، وكمان هيبقى معانا قراءة في تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان من خلال ضيوفنا ومراسلينا. هنبدأ بأهم أخبارنا النهاردة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وده بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجه الرئيس السيسي بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة. المزيد في هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. وقد قام السيد وزير قطاع الأعمال العام في هذا الإطار بعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبريات الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان خاصة القطن طويل التيلة وفائق طول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية. كما تم عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس، حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان إيجيبشن كوتون. كما تم استعراض جهود وزارة قطاع الأعمال في ميكنة منظومة تجارة الأقطان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وصولا إلى تعميمها مؤخرا على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ. وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا المجال، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ولتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بالمنشآت والاستادات والصالات وملاعب التدريب وأماكن الإعاشة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة للمطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير زمن وسلاسل التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي. وفي ذات السياق تم استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع السيد الرئيس على سير العمل في مختلف مكونات المدينة
والتي تعد صرحا رياضيا ضخما والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور. كما تم عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الأجنبية في مجال إدارة المدن الأولمبية بكافة جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة. وقد وجه السيد الرئيس بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضي وثقافي شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريبية متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية، مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، بما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبريات البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية. كذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضري والسياحي لمصر. ننتقل الآن لمتابعة آخر مستجدات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. اعتبر البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان لا تهدد سيادة الصين، وأضاف البيت الأبيض أن تهديدات الصين لن تخيف الولايات المتحدة. عبرت الخارجية الصينية عن إدانتها لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، لافتة إلى أن الزيارة سيكون لها آثار حادة على أسس العلاقات الصينية الأمريكية. هذا وأدانت الخارجية الصينية السياسة الأمريكية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة، كما أكدت الخارجية الصينية أن بكين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان. وفي غضون ذلك توعدت الصين بشن أعمال عسكرية محددة الهدف ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على تلك الزيارة وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. من جانبها أكدت القيادة العسكرية الصينية الشرقية أنها ستنفذ عمليات عسكرية مشتركة وستجري تدريبا جويا مشتركا في البحر والجو شمال وجنوب وغرب وجنوب شرق تايوان. حذر الكرملين الولايات المتحدة من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مشيرا إلى أنها ستضعها في مسار تصادمي مع الصين وتوترات في المنطقة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة لتايوان هو أمر استفزازي تماما، مشددا على تضامن روسيا المطلق مع الصين. نفت وزارة الدفاع التايوانية عبور طائرات عسكرية صينية مضيق تايوان، وأكدت الوزارة أن التقارير حول عبور طائرات الصينية SU-35 عبر مضيق تايوان خاطئة،
كما دعت المواطنين إلى البقاء في حالة استعداد وعدم تصديق الشائعات، مشيرة إلى أنها لديها إدراكات كاملة للأنشطة العسكرية قرب تايوان، وسترسل قواتها بالشكل المناسب ردا على التهديدات. كما أكدت الدفاع التايواني أن الصين تحاول تهديد الموانئ الرئيسية والمدن عبر مناوراتها العسكرية حول الجزيرة. كما أعلنت تايوان أن 21 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد خلال الساعات الماضية. للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفتي عبر زوم دكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية. في البداية دكتورة أهلا بك، وكيف تقرأين التداعيات السياسية لزيارة بيلوسي لتايوان، وما هي أهدافها ودلالتها؟ أهلا بك يا ريهام وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هو تصعيد كنا نتمنى أن لا يحدث، وحتى كان في مطالبات من يعني مش بس من دول ولكن حتى من أطراف أمريكية بتجنب هذا التصعيد، لانه الحقيقه في حاله توتر دولي شديده، وحتى احنا كنا زمان بنقول لا ما فيش حرب عالميه ثالثه ممكن انها تقوم، دلوقتي بقينا متخوفين فعلا من انه هذه كلها تكون شرارات لتصعيد او لمواجهات تطول العالم كله. في توتر شديد في اوكرانيا وبالذات طبعا منطقه القرم، منطقه صعبه جدا حاليا، والان عاد مضيق تايوان مره اخرى كازمه دوليه. فالحقيقه المشهد الدولي فيه توتر كبير جدا، وزي ما قلت كنا نتمنى جميعا ان لا يحدث هذا التوتر. هذا التوتر مش اول من نوع، يعني كان في ثلاث ازمات لمضيق تايوان قبل كده، اثنين منهم في الخمسينات وواحده في التسعينات، ولكن يعني لم يكن الوضع بهذا التازم، ولم تكن الصين كمان بحجم هذه القدرات، وبالتالي التصعيد الان يعني له ابعاد الحقيقه شديده الخطوره وشديده الحساسيه لجميع الاطراف وبالذات للصين. هل اصبحنا امام ازمه يا دكتوره قابله للانفجار؟ هل سنشهد تصعيد عسكري مثلا من جانب الصين تجاه تايوان؟ يعني الحقيقه الصين حتى الان يعني معتمده على التصعيد الحذر، ويعني نقدر نقول رسائل محدده، طبعا كانت اولها رسائل دبلوماسيه تجلب الزياره، ثم تحركات يعني عسكريه محدوده او يعني نقدر نقول حذره، ولو انها غير مسبوقه بالنسبه للصين، يعني هذه اول مره تتحرك الصين بهذه الضخامه. يعني في اختبارات صاروخيه هتتم الليله، الى جانب طبعا اللي حضرتك اشرتي اليه ودخول 21 طياره، لكن في اختبارات صاروخيه هتتم الليله دي، هيتم كمان تدريبات من في الفتره من 4 ل 7 اغسطس، والتدريبات دي زي ما حضرتك اشرتي تقريبا في 6 مناطق حوالين تايوان، يعني بالمعنى العسكري هي حصار لتايوان. طبعا في اجراءات قد تتخذ ابعد من هذا، سواء فيما يتعلق او في مواجهه تايوان او في مواجهه الولايات المتحده. تايوان وارد جدا يكون فيها عقوبات، وارد يبقى في حصار اقتصادي او عسكري. وبالنسبه للولايات المتحده رغم انه اي اجراءات اقتصاديه من جانب الصين هتكون طبعا موجعه للصين، لكن قد تتخذ الصين بعض الاجراءات، وممكن تكون ايضا يعني توظيف لادوات او يعني اساليب سيبرانيه ايضا توجع الولايات المتحده. لكن في كل الاحوال التصعيد لمواجهه عسكريه اعتقد ده هيتوقف على رد الفعل الامريكي، يعني اذا تقبلت الولايات المتحده او تفهمت بعض التحركات الصينيه اعتقد ان الامر قد تعتبر ازمه، كما حدث زي ما قلت من ازمات سابقه، وان شاء الله تعدي زي ما بيقولوا. لكن اذا اتخذت بقى الولايات المتحده تصعيد ما في مواجهه هذه التحركات الصينيه، طبعا لا احد يعلم المدى اللي ممكن تذهب اليه، وخصوصا ان في طبعا قوات امريكيه كبيره جدا في المنطقه اللي بتتحرك فيها الصين حاليا. نعم، يعني كيف تقرأين تداعيات هذه الزياره دكتوره على استقرار منطقه شرق اسيا؟ كيف ترين يعني الاوضاع في هذه المنطقه في الفتره المقبله؟
لا فيها تصعيد شديد، والتصعيد الحقيقة ليس من وليد اللحظة، يعني التصعيد الاستراتيجي والعسكري بدأ مع بدأ بالفعل. تحالف إطلاق، بدأ بالفعل مع إطلاق تحالف أوكس في سبتمبر الماضي، ثم إحياء صيغة كواد الرباعية، التصريحات اللي بيطلقها الرئيس بايدن. يعني كان في تصعيد أيام الرئيس ترامب، لكن كان تصعيد اقتصادي بأدوات اقتصادية بحتة، لكن الحقيقة إحنا داخلين في تصعيد استراتيجي بتحالفات عسكرية، بتعزيز تواجد عسكري للأطراف المختلفة. الحقيقة استقرار تايوان نفسه على المحك، لأن النهاردة شفنا احتجاجات من جانب القوى اللي هي يعني نقدر نقول مؤيدة للصين داخل تايوان. حضرتك عارفة إن في يعني حزبين كبار تقريبا، الحزب طبعا اللي بتقوده الرئيسة الحالية، وحزب الكومنتانج اللي هو كان منه الرئيس السابق اللي هو ماينج جيو. والحقيقه ماينج جيو كان يعني عمل قفزات في التصالح مع الصين وفي تحسين العلاقه مع الصين، وبالتالي هناك قوى ترى في الوجود الامريكي او في هذا المشهد الامريكي يعني تهديد لتايوان وتهديد للعلاقه مع الصين، وبالتالي ايضا قد تشهد تايوان نفسها تصعيد في مسألة الانقسام الداخلي إذا جاز التعبير، أو الاستقطاب الداخلي، وده الحقيقة بيهدد استقرار تايوان ذاتها. يعني هل هتكون عامل يعني فاصل تاريخي لها يعني ما يترتب بعدها، ولا ده هيعطي حجم أكبر من حجم هذه الأزمة؟ يعني هل ده هيكون يعني فاصل بعد كده لما كان من قبل وما سيكون من بعد؟ هي بالفعل لانه اللحظه التاريخيه مختلفه. احنا المفروض في اكتوبر نوفمبر الجاي هيكون عندنا المؤتمر ال20 للحزب الشيوعي الصيني، وعاده الرئيس شي جي بينج في هذا المؤتمر بيقدم يعني تقرير اذا جاز التعبير عن انجازاته وما تم انجازه خلال ال5 سنوات الماضيه ورؤيته المستقبليه. وبالتالي الرئيس شي جي بينج في وقت يعني انا يعني اعتقد انه في لحظه حرجه عليه ان ياخذ يعني مواقف حاسمه، وخصوصا ان مبدا الصين واحده اكد عليها الرئيس شي في اكثر من مناسبه، وبيعتبرها يعني خط احمر بالنسبه للصين. وبالتالي لا اعتقد انه سيكون هناك تهاون او تسامح، لانه التوقيت كمان شديد الحساسيه، وخصوصا ان هناك بعض الملفات الداخليه اللي لاسباب طبعا كثيره، ازمه كورونا وغيرها، لم يستطع ان يحدث فيها القفزات اللي كانت مأموله، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي. فلا اعتقد انه سيتقدم الى المؤتمر ال20 للحزب ايضا بمشكله في او يعني بما سيعد تراجعا من جانب الصين في هذا الملف، لانه الحقيقه زياره السيده بلوسي شديده الحساسيه، لان الصين بترى انها الشخصيه رقم 3 في هرم السلطه في الصين، يعني اذا حدث مكروه للرئيس ولنائبه الرئيس في الولايات المتحده رقم 3 بتقصدي؟ يعني الثالث في الهرم في الولايات المتحده، في الثالث في الهرم، وبالتالي هم بيعتبروا او بيقرؤوها على انها زياره شديده يعني الاهميه وعاليه المستوى جدا، وبالتالي لا اعتقد انها هتمر مرور الكرام لهذه الاسباب جميعا. طبعا الولايات المتحده كان ليها دوافعها وراء هذه الزياره، ولكن ايضا الصين لها دوافعها ولها مصالحها وما تعتبره امن قومي الصيني وفقا لمبدا الصين واحد. هناك تقارير صحفيه دكتوره نورهان حول وجود خلاف داخل الاداره الامريكيه لزياره بيلوسي لتايوان، يعني هل من معلومات اكثر حول هذا الامر؟ يعني لا اعتقد خلاف بالمعنى، ولكن كان هناك وجهات نظر مختلفه، يعني كان هناك وجهه نظر ترى انه لا يجب التصعيد الى هذا الحد مع الصين، وخصوصا انه الجبهه مع روسيا مفتوحه على مصراعيها. ففي وجهات نظر اخرى، وجهه نظر اخرى كانت بترى ان الزياره هتحقق مكاسب عده، من ناحيه هي بتضغط على الصين فيما يتعلق بموقفها من روسيا، وده طبعا حادث على مدى الاشهر الماضيه كلها منذ بدء العمليه في فبراير، وفي نفس الوقت هيحقق مكسب يعني ولو نجاح نسبي للديمقراطيين، واحنا داخلين على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وانه هيبان. طبعا حضرتك شفتي او تابعتي الاعلان عن تصفيه ايمن الظواهري، يعني هناك محاولات من جانب الاداره الامريكيه، اداره الديمقراطيين، انها تحسن الصوره باي شكل، سواء فيما يتعلق بملف الارهاب او فيما يتعلق بملف تايوان او غيره، وخصوصا هذا الملف يعتبروه ملف للديمقراطيين. والسيده بلوسي سبق وان زارت تايوان، بس طبعا ما كانتش رئيسة مجلس النواب في أوائل التسعينات، أعتقد كانت 91، بعد أحداث الميدان السماوي في الصين بسنتين، وكانت أيضا زيارة شديدة الحساسية، لكن هي كانت بدارة فيها دعما للديمقراطية من وجهة نظرها في تايوان. وبالتالي الإدارة الأمريكية لديها أيضا مبرراتها، لكن لا يمنع أن هناك وجهات نظر مختلفة. وإن كان عدد من الجمهوريين، أعتقد حوالي 26 عضو من الجمهوريين، أصدروا بيانا يؤيد السيدة بلوسي في هذا، فهناك يعني شبه تأييد من الجانبين لهذه الخطوة، وإن كان ده لا يمنع طبعا أن هناك من يرى الأمر بشكل مختلف. هل نقدر نتكلم دلوقتي يعني عن سيناريوهات مطروحة لاحتواء الأزمة بين بكين وواشنطن، أم أن الأمر يعني ما زال في البداية؟ لا، يعني اعتقد انه الصين بتميل الى ضبط النفس، لانه التعايش السلمي مبدا راسخ في السياسه الصينيه وتوجه عام، ولكن لن تستطيع الصين ان تقف بدون رد، وخصوصا مع تهكم عدد من الاعضاء الكونغرس الامريكي على الصين، بان يعني بما معناه انه لم يحدث شيء. الصين هددت قوي ورفعت مستوى التهديد قبل الزياره، ثم لم يحدث شيء. ربما هذا زي ما قلت يسبب احراجا بالذات للرئيس شي في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، ولكن يعني لا اعتقد ان الامر هيمر بدون اجراءات، ولكن هي الحديث عن حجم هذه الاجراءات، ويعني زي ما حضرتك اشرتي القدره على احتوائها، لانه الصين اذا استخدمت عدد من الاجراءات الاقتصاديه تجاه الولايات المتحده ستكون موجعه في وقت تزداد في الولايات المتحده يعني الازمات فيها تازمه. الصين اكبر دائن للولايات المتحده، 80% من السلع المتداوله في السوق الامريكيه سلع صينيه ميد ان تشاينا، وبالتالي هذا امر شديد الخطوره. ايضا لا ننسى انه الولايات المتحده هدف من اهدافها انها يعني تغطي على مرض الرئيس بايدن، ويعني ما يعانيه الان من سواء كان كورونا او غيره، فكل هذه الامور مجتمعه تضع ايضا الاداره الامريكيه في موضع حرج، واعتقد انها لابد ان تدفعها الى احتواء الازمه بعد ان اخذت يعني الشو او المكسب الاستعراضي اللي هي خذته من الزياره امام الراي العام الامريكي وامام ايضا النخبه الامريكيه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتوره نورهان الشيخ، استاذ العلوم السياسيه، شكرا لك. قال مجلس الشعب الصيني إن زيارة بيلوسي قودت بشكل خطير سيادة الصين ووحدة أراضيها، وأثرت بشكل خطير على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية. وأضاف بيان للمجلس أن زيارة بيلوسي أرسلت إشارة خاطئة بشكل خطير لما وصفته بقوة استقلال تايوان الانفصالية، مبينا أن واشنطن عملت باستمرار على التبادلات الرسمية مع تايوان وشجعت ودعمت القوات الانفصالية هناك. من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان تعد استفزازا واضحا، وقالت الخارجية إن من حق الصين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها فيما يتعلق بقضية تايوان. حذر سفير الصين في واشنطن من أن رد بكين سيكون قويا على زيارة بيلوسي لتايوان، وأكد السفير الصيني لدى واشنطن أن زيارة بيلوسي ستزيد من التوتر في مضيق تايوان. أكد مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنغوين إنها ستلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأربعاء، وذلك لإجراء مباحثات موسعة بين الطرفين.
وأضاف البيان أن بيلوسي ستزور أيضاً مجلس النواب التايواني قبل مغادرة تايوان. شهدت تايوان مسيرات وفعاليات احتجاجية نظمها ناشطون موالون للصين ضد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها الصين واحدة، ولافتات أيضا عليها الولايات المتحدة ارفعي يديك عن تايوان، كما هتف المحتجون بأن الصين ليست عدوا لتايوان. على الرغم من التحذيرات الصينية، وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في زيارة اعتبرتها بكين مساساً بمبدأ الصين الواحدة وسيادتها على تايوان والتي تتمتع بالحكم الذاتي. المزيد في سياق هذا التقرير. وصلت الأزمة بين الولايات المتحدة والصين إلى ذروتها مع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية التي سبقت الزيارة. بيلوسي في بيان لمكتبها قالت إن المناقشات مع القيادة التايوانية تركز على إعادة التأكيد على التزام أمريكا الراسخ بدعم الديمقراطية في تايوان وتعزيز المصالح المشتركة بين الجانبين، بما في ذلك تطوير منطقة حرة ومفتوحة داخل المحيط الهادئ. كما أكدت أن زيارتها إلى تايوان لا تتناقض مع سياسة الولايات المتحدة القائمة، وذلك في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بسياسة الصين واحدة. زيارة بيلوسي اعتبرتها بكين مساساً بمبدأ الصين واحدة وسيادتها على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي. وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تعقيب له على الزيارة من أن الأمريكيين يلعبون بالنار بشأن قضية تايوان، لافتا إلى أن بكين لم ترضخ لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان. وقبل زيارتها بساعات تصاعدت حدة التوترات في مضيق تايوان، إذ نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن 4 سفن حربية أمريكية بينها حاملة طائرة تمركزت شرقي تايوان، بينما أعلنت وزارة الدفاع الصينية رفع حالة التأهب في صفوف جيش التحرير الشعبي الصيني لإطلاق عمليات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارا من اليوم، تشمل تدريبا جويا مشتركا في البحر والجو شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان. أعلن المتحدث باسم الرئاسة التايوانية أن الموقع الرسمي لرئيسة تايوان تعرض لهجوم حجب الخدمة وأن هذا الهجوم جاء من الخارج. وقال المتحدث إن حجم الهجمات الإلكترونية أسوأ بنحو 200 مرة من المعتاد، وتعذر فتح الموقع لبعض الوقت ولكنه عاد إلى طبيعته بعد 20 دقيقة. كما أضاف المتحدث أن الأجهزة الحكومية سوف تواصل تعزيز المراقبة للحفاظ على أمن المعلومات والاتصالات الوطنية والتشغيل المستقر للبنية التحتية الرئيسية. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن دكتور إدموند غريب الكاتب في الشؤون الأمريكية والدولية. دكتور إدموند برحب بحضرتك، وفي البداية يعني كيف تقرأ هذه الزيارة وتوقيتها وتداعياتها؟ هذه الزيارة مهمة فعلا، وقد يكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل، ولكن حتى الآن يبدو أنه تم تفادي أي مواجهة. لم نرى محاولة لإسقاط الطائرة أو لمنعها من الدخول في الأجواء والهبوط في تايوان، مع أن الاعتقاد طبعا أنه لم يعني الاحتمال الكبير أنه لم يكن سيحدث شيء من ذلك، ولكن كانت هناك تهديدات قوية من الصين. وأعتقد أن الديمقراطيين وخاصة في نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب التي لها مواقف معروفة بعدائها عن الصين أرادت أن تبعث برسالة بأن الولايات المتحدة وخاصة الديمقراطيين لا يخشوا الصين كما تتهمهم القيادات الجمهورية، وفي نفس الوقت يستطيعوا أن يحولوا الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تواجهها الإدارة الديمقراطية والديمقراطيون ككل، وخاصة موضوع التضخم وارتفاع الأسعار، الجريمة المتزايدة، الهجرة غير الشرعية، الانقسامات الداخلية. ولكن على المدى البعيد فعلا لم تتغير اشياء كثيره،
وسنرى أيضا كيف سيرد الصينيون فيما بعد. لا أعتقد أن المسألة حتى هذه لم تنتهي، قد نرى مناورات تمتد لفترة طويلة ربما بحرية، مما قد يمنع وصول سفن بحرية إلى تايوان. ربما قد نرى أيضا مناورات جوية، ربما قد نرى سفراء أو خلق مشاكل في أماكن أخرى. وبالتالي أيضا أن هذه القرارات التي أخذتها وزيرة رئيسة المجلس النواب ستدفع الصين وروسيا أكثر وأكثر إلى أحضان بعضهم البعض، لأنهما يعتبران الولايات المتحدة هي العدو والمنافس الرئيسي لهما. ولذلك أعتقد أن التداعيات ستكون سلبية على المدى البعيد بالنسبة للعلاقات الروسية الأمريكية والصينية الأمريكية. هل من ضمن ما سنرى يعني أو تتوقع أن نرى دكتور أدمند في الفترة أو الأيام القادمة فعلا يعني هو تصاعد الأزمة بين الصين وأمريكا؟ نعلم أنه كان هناك دوما يعني نوعا من التوترات وربما زادت في الفترة الأخيرة، ولكن هل تتصاعد وتيرتها بشكل أكبر أو بشكل حتى مختلف نتيجة لهذه الزيارة؟ أعتقد أن الكثير سيعتمد أيضا ليس فقط على المواقف التي تبناها الصين بل المواقف الأمريكية. هناك الآن مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية وهو ديمقراطي، وأيضا دعمه الكبير الأعضاء الجمهوريين في اللجنة السناتور جراهام، وأيضا ورئيس اللجنة مينانديز يطالب بتقديم مساعدات عسكرية هجومية لتايوان، يطالب بمنح تايوان 4.5 مليار دولار، ويطالب تايوان أيضا بزيادة الإنفاق على في المجال العسكري، وسيساعد تايوان على أن يكون لها حضور أوسع دبلوماسيا وسياسيا. وبالتالي هذه سينظر إليها على أنها فعلا تهديد للاتفاقية الأمريكية إذا تم تبني هذا القرار، وقد يتم تبني، فأن هذا قد يعني بأن الولايات المتحدة تتراجع عن سياسة الصين الواحدة التي تبناها الرئيس نيكسون، وهناك اتفاقية صينية روسية على ذلك. ولكن في نفس الوقت هذه الاتفاقية تقول أنه يجب عدم ضم تايوان إلى الصين بالقوة، ولكن الاعتراف هو أن تايوان هي جزء من الصين. ولكن إذا تم مثل هذا القرار وتبني سياسات أخرى مماثلة، فإن هذا سيزيد من حدة التوتر، وعاجلا أو آجلا قد نرى مواجهة بين الجانبين، ما لم نرى تغييرات في المواقف من كل إذا أو من الصين أو من الولايات المتحدة. في رأيك كيف تؤثر الزيارة ونتائجها على الاستقرار في منطقة شرق آسيا والعالم في الفترة المقبلة؟ أعتقد أنها ستزيد، من ناحية يمكن القول أنها قد تبعث برسالة لحلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة في شرق آسيا وفي مناطق أخرى من آسيا ومن العالم، لأن الولايات المتحدة تلتزم بدعم أصدقائها وأنها لا تخشى الصين. ولكن من ناحية ثانية أعتقد أن العالم كله ينظر بالكثير من القلق بالنسبة لما يجري، وخاصة أن العالم يواجه تحديات وصراعات أخرى، الأزمة الأوكرانية، الأزمة الإيرانية، والأزمة الغذائية، كل هذه مقلقة للكثير من دول وشعوب العالم. وبالتالي فأن هذه التحركات لن تساعد على تخفيف القلق وعلى العودة إلى نوع من الحياة الطبيعية والعلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب. دكتور أدمند، كيف ترى تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن زيارة بيلوسي يعني لا تستدعي هذا الرد الصيني المتشدد؟ طبعا هناك أولا وزارة الدفاع الأمريكية قالت، وهذا ما أعلنه الرئيس بايدن، أن هذه الفكرة، فكرة بقيام نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بهذه الزيارة وفي هذا الوقت ليست فكرة جيدة. ولكن في نفس الوقت أعتقد أن مع بيلوسي قد قررت الذهاب، والإدارة مضطرة للدفاع، هي الشخص الثالث في الإدارة الأمريكية بالحكومة الأمريكية.
أمريكية. إذا حدث شيء للرئيس ولنائبة الرئيس فإنها هي ستكون رئيسة الولايات المتحدة، وبالتالي فإنهم ملزمين بالدفاع عنها، ولكن أعتقد أنهم لم يكونوا مرتاحين لتوقيت هذه الزيارة، وبالتالي قد نرى نوع من الدعم وأيضا محاولة للقول بأن هذه أظهرت بأن الولايات المتحدة والقيادة الديمقراطية ليست ضعيفة تجاه الصين كما كان يتهمهم الجمهوريين، ولكن على المدى البعيد كانت هناك وستكون انتقادات كثيرة للإدارة، وأن هذه الزيارة لن تعزز الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية مع الصين وربما على مستوى شرق آسيا وجنوب آسيا، وبالتالي هذه أيضا سيكون لها تداعيات سلبية على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين وأصدقائها وشركائها. بالطبع، بشكرك شكرا جزيلا دكتور إدموند غريب الكاتب في الشؤون الأمريكية والدولية، شكرا لك. نستمر معكم في تغطية تداعيات هذه الزيارة لنانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية إلى تايوان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. ياسر أهلا بك، وما هي ردود الأفعال الرسمية الصادرة عن الإدارة الأمريكية حول هذه الزيارة؟ في البداية دعيني أرحب بك ريهام وبالسادة المشاهدين. تعلمين معي والسادة المشاهدين الآن أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى منذ 25 عاما لمسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، وتأتي أهمية هذه الزيارة للعلاقات المتوترة أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضا أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب هي المنوط بها إدارة البلاد إذا ما حدث أي
مكروه للرئيس جو بايدن، وتأتي هذه الأهمية في هذا الإطار. لكن بالنسبة لردود الأفعال، وسائل الإعلام بطبيعة الحال تناولت هذا الأمر منذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرة العسكرية التي أقلت نانسي بلوسي والوفد المرافق لها حتى قبل هذه الزيارة. دعينا نذهب سريعا ريهام إلى وول ستريت جورنال، والتي وصفت الزيارة بأنها زيارة منذ العام 1997، وأيضا قالت بأنها يعني ليس كما يقول الصينيون بأنها تهديد للسيادة الصينية أو ما شابه ذلك، ولكنها قالت أيضا بأن هذه الزيارة جاءت في وقت يكافح فيه، هذه نقطة هامة للغاية، وقت يكافح فيه الاقتصاد الأمريكي من ويلات التضخم وزيادة الأسعار. ذكرت وول ستريت جورنال في مقالة كبيرة منذ اللحظة الأولى التي هبطت فيها نانسي بلوسي، وأيضا ذكرت التغريدة التي قالتها بعد لحظات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية على حد قول بلوسي في تغريدتها بأنها منوط بها حماية تايوان. طيب ياسر، يعني ردود أفعال وسائل الإعلام والاقتصاديين لديك على الزيارة كيف رصدتها؟ ريهام، دعني أقول لك بأن هناك تخوف ما من ردود الفعل الصينية. هناك يعني اتحاد خلف هذه الزيارة من الجانب الجمهوري والديمقراطي، خاصة حتى وزارة الدفاع التي قالت في وقت سابق بأنها ليس لها وصاية على السلطة التشريعية، وأن السلطة التشريعية يعني مختلفة، ولكن علينا حماية ذلك، وهو ما جعل نانسي بلوسي تستقل الطائرة العسكرية. وأيضا قالت الأخبار هنا ريهام بأن وزارة الدفاع ووزير الدفاع أطلع نانسي بلوسي قبل زيارتها على يعني أشياء أمنية في هذه الزيارة. هذه الزيارة أيضا واشنطن بوست في مقال كتبته نانسي بلوسي ونشر في واشنطن بوست، هذا المقال قالت في عنوان كبير لماذا أزور تايوان، هذا كان هو العنوان الذي نشر في واشنطن بوست، وكان يعني تحدثت فيه أن هناك قانون منذ 43 عاما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تايوان، وهي وقد نادت في هذا المقال بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ دورها وأن تقوم بحماية تايوان، وأن هذا ليس له علاقة بالصين. أيضا تحدثت في هذا المقال الكبير في واشنطن بوست بأن اليوم يجب أن تتذكر الولايات المتحدة الأمريكية وعودها في هذا الإطار، حيث أنه منذ 43 عاما قد أقر الكونغرس الأمريكي العلاقات التايوانية الأمريكية، وأن هذه الزيارة والتي سوف تستمر ليلة واحدة، سوف تستضيفها رئيسة تايوان على مأدبة عشاء، أن هذه الزيارة سوف تتناول العلاقات المشتركة بين البلدين كما حددتها نانسي بلوسي، وأيضا سوف تتركز هذه الزيارة على انفتاح المحيطين الهادي والأطلنطي. كل هذا الأمر جاء في الرسالة أو المقال الذي نشرته واشنطن بوست. على الرغم من وجود شبه اتفاق داخل الكونغرس الأمريكي، لكن هناك كما ذكرت ريهام تخوف كبير من هذه الزيارة، خصوصا بعد الخارجية الصينية والتي قالت بأن هذه الزيارة هي استفزاز سياسي للعلاقات الأمريكية الصينية، وهو أيضا ما رد عليه على هذه التصريحات البيت الأبيض بأنه ليس هناك تهديد لسياسة الصين من خلال هذه الزيارة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.
ولمزيد من التفاصيل حول تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية على المستوى الدولي وقراءة تحليلية معمقة لما ستسفر عنه الزيارة في المستقبل وسيناريوهات تطورات الأوضاع، خاصة مع ردود الأفعال المتباينة في عواصم العالم المختلفة. تنضم إلينا عبر زوم الأستاذة فردوس عبد الباقي الباحثة ببرنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة فيروز، في البداية برحب بحضرتك، وكلمينا عما تعكسه زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية. أستاذة فيروز اتفضلي. أهلا بحضرتك أستاذة ريهام. في البداية بس أحب أوضح إنه السياق اللي جات فيه الزيارة هو سياق محفز من كل الأطراف، الصيني والأمريكي وحتى التايواني، تهديدات صينية بأنها ستستهدف الطائرة الأمريكية المتوجهة لتايوان، وإن كان هذا لم يحدث حتى الآن لأن الزيارة على وشك الانتهاء. ويعني تصريحات على الجانب الأمريكي من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية بأنه سيتم تدعيم بيلوسي بأي شكل ممكن حتى وإن كان هناك فصل في السلطات والمؤسسات وكل مؤسسة لها القرارات الخاصة بها. هذا السياق والاستعدادات يعني والاستعداد المسبق من الصين على وجه الخصوص لم يجد منه مرد حتى الآن، فلم يصدر من الصين أي رد حتى الآن سوى بعض التصريحات الخاصة بوجود استعدادات في مضيق تايوان والاستعدادات لإقامة تدريبات من يوم 4 أغسطس القادم، بالإضافة إلى التدريبات والمناورات التي تقام في الأيام السابقة وقبل حدوث الزيارة بالفعل. ممكن نتطرق لمجموعة من الاحتمالات جراء هذه الزيارة. لكن قبل ما نروح لهذه الاحتمالات فعلا، تأثيرها تحديدا يعني الزيارة على منطقة شرق آسيا، وهل تزيد من الاضطرابات في هذه المنطقة؟ بالطبع ستنعكس على مجمل التفاعلات الخاصة في المنطقة، من حيث يعني ممكن نقول ان زيارة بيلوسي دي يعني تأكيد على ما قام به بايدن فيما سبق من ايام على ترسيخ التحالفات الأمريكية في المنطقة وما سبقه من اتفاق أوكس والتحالفات الخاصة بالحوار الأمن الرباعي اللي هو كواد مع كل من الهند واليابان واستراليا ومع الولايات المتحدة. كل ده استعدادات خاصة بتفاعلات المنطقة، وأن الولايات المتحدة لم تترك هذه المنطقة دون تفاعل فيما يخص بالصعود الصيني والتوسع الصيني خاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. كل هذا سينعكس بالطبع على طبيعة التفاعلات والتحالفات أو التكتلات التي قد تقيمها الصين، واللي ظهرت مؤخرا في قيامها بقيام وزير الخارجية الصيني بجولة في جزر المحيط الهادي لمحاولة يعني التخفيف من احتمالية وجود يعني حلفاء جدد لتايوان بالتهديد بالعقوبات، بالتأكيد ان الصين ستكون لهم شريك قوي في مواجهة الولايات المتحدة او لنفوذها خاصة على الصعيد الاقتصادي، التهديد بفرض عقوبات زي على بعض الجزر اللي رفضت المبادرات الصينية الخاصة بهذه الجزر فيما يخص التنمية والشراكات الاقتصادية. نعم، أستاذة فردوس عبد الباقي الباحث ببرنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين، يعني أهلا بك. وحذر الكرملين الولايات المتحدة من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، كيف ترى أو يعني كيف تتابع أصداء هذا التحذير؟ طيب، فقدنا الاتصال مع حسين مشيك مراسلنا من موسكو، ولكن سنعاود الاتصال به. ولكن في البداية نذهب لهذا الفاصل ثم نعود لمواصلة حديث الأخبار. وللحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، برحب بضيفي في الاستوديو دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. يعني مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية في شهرها السادس، كيف ترى مستقبل يعني الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها الآن؟ لما نتكلم عن المستقبل يبقى لازم نتكلم عن التوجه الاستراتيجي للقوى الصانعة. روسيا لها توجه استراتيجي،
هو أولا تغيير شكل القطبية العالمية والنظام العالمي، ده أول هدف استراتيجي. اثنين، حماية الأمن القومي الروسي. وفي ضوء هذين الهدفين الاستراتيجيين دولت نيجي على الجانب الأمريكي. أمريكا عايزة تضعف روسيا اقتصاديا وتستنزفها، وبالتالي هنا نشأت الأزمة الأوكرانية الروسية. الأزمة الأوكرانية الروسية ليست أزمة عسكرية، هي في الأول اقتصادية وبعدين تيجي عسكرية. الأداة الاستراتيجية هنا العسكرية، التحليل والغير تيجي. وبالتالي هنا لما نيجي ننظر لها هننظر لها من واقع الرؤية الاستراتيجية. النقطة الثانية، هذه الأزمة بتقع في شرق أوروبا، وبالتالي هناك تابع لها الطرف الآخر المتمثل في أوكرانيا يمثل أوروبا الغربية وأمريكا. إذن في هذه الحالة هي حرب اقتصادية بمفهوم حرب عالمي بالوكالة. ومن هنا لما ننظر لها بقى هنلاقي أن أمريكا روسيا الحرب ديت في شرق أوروبا لها أربع أبعاد أساسية، أو أثرت على أربع نقاط أساسية. أول نقطة هي نقطة الغذاء، وبالتالي الثانية كانت الطاقة، الثالث الكساء، الرابع كان اللوجستيات. يبقى أربع نقاط هنا لما أجي أبص التأثير العالمي هيجي الناحية مين، هجد إن أوروبا النهاردة بتدفع فواتير، أو العالم بيدفع الفواتير في الأربع حاجات دول، سواء الغذاء، سواء الطاقة، سواء الأسمدة، سواء اللوجستيات. الأمر اللي أدى في النهاية إلى ظاهرة عالمية اسمها التضخم وارتفاع الأسعار. طالما هناك تضخم وارتفاع أسعار، يبقى إذن هنا بوتين بيشتغل على أساس إن طبيعة الثقافة الروسية تختلف عن طبيعة الثقافة الأوروبية، طبيعة الحكومة الروسية تختلف عن طبيعة الحكومات الأوروبية. الحكومة الروسية عندها فكر القومي، فكر الدولة، فكر الأساس هيتحمل كل اقتصاده. وفي نفس الوقت حتى وإن كان هناك عقوبات اقتصادية فرضت عليه، إلا أنه هو يستطيع من خلال طبيعة ونوعية الاقتصاد وأهدافه الاستراتيجية أن يغير في المنظومة الدولية ويغير في النظام الاقتصادي العالمي. الأمر اللي هنا يخلينا نقول إيه بقى؟ إن لما يرتفع الاقتصاديات العالمية، يرتفع التضخم والأسعار في كافة السلع، نقوم نيجي في الطبقة الثانية، في الجهة الثانية، نشوف أوروبا إيه اللي حصل فيها. أوروبا حصل عندها ارتفاع في الأسعار بشكل تجاوز 30% في معظم السلع، متوسط السلع. حصل عندها تضخم أكتر من 9.5 إلى 10%، وفي بعض الدول الأخرى 12%. إذن في هذه الحالة ما يتنبأ به بوتين هو أن الشارع الأوروبي لن يستمر طويلا في قبول هذا الأمر، وبالتالي أن هو سيحقق أهدافه من خلال سنة أو كل من طول الفترة، كل ما أوروبا تتأثر أكتر وتستنزف أكتر، وبالتالي قد تتحول الحكومات وتتغير الحكومات. يبقى هما كانوا بيرهنوا على إن بوتين هو اللي هيسقطوه، هو الراجل اشتغل على عكسهم تماما. نعم. واشتغل من خلال إيه؟ باعتباره إن هو يملك الطاقة ويملك الغذاء، وأيضا أثر في اللوجستيات العالمية. ده تقريبا. الأمر الثاني بقى اللي هو تيجي هنا تأثير الاقتصاديات الناشئة. التضخم العالمي اللي حصل ده في السوق العالمية، تقريبا في العالم الكبير احنا عندنا اقتصادي العالم عبارة عن اربع دول بيملكوا تقريبا نص الاقتصاديات الناتج الاجمالي العالمي، والباقي كله في النص الثاني. لما قارن روسيا بامريكا، تقريبا روسيا في الناتج الاجمالي بتاعها تقريبا عشر امريكا، يعني من حيث القوة الاقتصادية ضعيفة، لكن من حيث التأثير والأهمية الاستراتيجية تؤثر في كافة الموازين اللي موجودة. الأثر هنا على اقتصادات الناشئة بقى، الدول اللي هي اقتصاداتها ناشئة ليه؟ لأن اقتصادات الناشئة هنا بيبقى عندنا إحنا بنعتمد دايما على تقريبا متوسط الاستيراد أو الواردات مكون الناتج المحلي في الاقتصادات الناشئة يتجاوز 60%، أحيانا بعض الدول توصل 80% وبعض الدول توصل 70% وهكذا. إذن لما يكون هناك الدول التانية بقى هناك تضخم في دول أوروبا بمقدار 10 إلى 12%،
في هذه الحالة التضخم هنا يبقى معقد ومستورد ومركب في الدول الاقتصادات الناشئة، وبالتالي تتأثر الاقتصادات الناشئة بمتوسط تضخم حوالي من 15 ل 18%. نعم. وبالتالي ترتفع الأسعار بما يفوق ال 50%. يعني هنا يوم في هذه الحالة يؤثر على إيه؟ على نسبة الفقر ونسبة الناتج ونسبة الإجماليات الموجودة. طيب في طبعا شبح ركود اقتصادي يهدد دول العالم، كيف ستتعامل الدول مع هذا الركود ومخاطره ايه يعني على الاقتصاد العالمي ومخاطره ايه على الدول المختلفه دكتور محمد؟ شوفي حضرتك، التضخم هيعمل حاجتين، ممكن يبقى فايده للناس ويمكن سيء للناس، لان التضخم هنا في الدول الناشئه او الاقتصادات الناشئه والدول الناميه يختلف عن التضخم في الاقتصادات المتقدمه. التضخم في الاقتصادات المتقدمة هو عبارة عن التوظيف الكامل للموارد، وبالتالي عندما ترتفع الأسعار بترتفع التكاليف، يقوم يحصل هناك ركود أو عدم نمو كامل. لكن بالنسبة للاقتصاديات الناشئة والاقتصادات النامية، التضخم عندهم مش نتيجة التوظيف الكامل، ده بيبقى نتيجة عدم التشغيل الكامل للاقتصاديات. إذن في هذه الحالة الاقتصادات الناشئة زي مصر مثلا، نجد أنها لو هي قامت على استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى مما كان وتستخدم في هذه الحالة. الأمر الثاني أن الاقتصاديات المتقدمة قايمة على الإنتاج الداخلي بتاعها، الاقتصادات الناشئة قايمة على استيراد الإنتاج من دول بره، وبالتالي الدول الناشئة لو قامت على إحلال المنتج المحلي بمكونات محلية يمكن أن تزيد، وبالتالي هذه الأزمة ربما الإدارة الجيدة في الدول الناشئة تستطيع أن تحقق معدلات نمو جيدة. الأمر الثاني كمان أن خلينا نتفق على أن دايما هناك 20 by 8، يعني في 20% من سكان العالم بيملكوا 80% من ثروته، و 80% من سكان العالم بيملكوا 20% من ثروته. إذن في هذه الحالة عندما ترتفع الأسعار ويحدث التضخم، هناك 80% بيتأثروا بارتفاع الأسعار، وبالتالي في هذه الحالة كل ما كان نزلت بمستوى أقل في الدخل، فبالتالي في هذه الحالة تزداد شرارة الفقر أكتر، وبالتالي هنا التآكل الاجتماعي وتآكل الطبقات الفقيرة يبقى عالي. من هنا الحكومات بقى تبدأ في هذه الحالة تعمل استراتيجيات الحماية الخاصة بيها على أساس تقاوم الفقر اللي هو موجود واللي ممكن يزداد. ليه؟ لأن نتيجة هذه الأزمة العالمية حصل حاجة اسمها تآكل القوة الشرائية للوحدات النقدية في الدول. طالما أنا عملت ارتفاع تضخم أو ارتفع تضخم وارتفعت الأسعار، القوة الشرائية للوحدة النقدية بتقل في أمريكا، في بريطانيا، في الدول النامية، أي تضخم معروف. إذن في هذه الحالة لازم هنا أن أنا بحافظ على القوة الشرائية من خلال المساهمات أو الدعم، وبخاصة للطبقة الفقيرة. ليه؟ لأن الطبقة الفقيرة ما لهاش دخل بالسياسة، الطبقة الفقيرة عايزة تأكل وتشرب، ولا سيما أن 80% من دخل الطبقات الفقيرة موزع على السكن وموزع على الغذاء وموزع على الطاقة. إذن لما يكون هنا ارتفاع في الغذاء وارتفاع في الطاقة وارتفاع في السكن، يبقى إذن الطبقة الفقيرة هنا متأثرة أكتر من الطبقات كلها، لأنه بيستخدم تقريباً 80% من دخله وأحياناً 100%. وبالتالي هنا لازم السياسات المالية والسياسات النقدية تكون مراعية هذه الطبقات. ليه؟ لأن هذه الطبقات بيسموها الطبقات الشعبية، هي الطبقات اللي تصنع الرأي العام، هي الطبقات اللي تسقط الحكومات. عشان كده نجد إن هو الشارع الأوروبي النهاردة وأمريكا حتى نفسها النهاردة مش مشغولة بأوكرانيا وروسيا، هي مشغولة بالطاقة والغذاء والزيت والسكر، وبالتالي هنا أصوات الانتخابية بتبقى موجودة. عشان كده أقول لك إن كل ما تزيد الأزمة، كل ما تزيد فترة الأزمة، بوتين يحقق أهدافه. في النهاية هو كسبان ليه؟ لأن لما نبدأ نشوف الطاقة الكلية أو الإمكانات المؤسسية للدولة الروسية ونقارنها بالدولة الأوكرانية لا شيء، لكن هو كمان الأوكرانيا مش واقفة لوحدها مع دول الغرب، واقف منين بقى؟ هو بيستنزف من الطاقات الأوروبية، الأوروبيين بيدفعوا بمولوا الحرب بتاعت أوكرانيا، والحرب ديت جاية من موازنة العامة بتاعت الدول الأوروبية. فمن هنا في الأول وفي الآخر الشعوب قد تتأثر كثيرا. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية كمان، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية
قامت روسيا فرضت عقوبات اقتصادية كبيرة جدا على روسيا، من ضمنها انها فرضت، تقصد اوروبا فرضت عقوبات على روسيا، اوروبا الغربية وامريكا فرضوا عقوبات اقتصادية كبيرة جدا على روسيا، تقريبا وصلت لعشرات الالاف في السجن في الحاجات الاجراءات وغيره وغيره، الى انهم وصلوا الى السويفت او الاجراءات على البنوك. هنا بدا يظهر مع انها تهديد، الا ان امريكا وربما تستخدم مع الصين بقى في الحاله ديت مع الازمه اللي جايه، لو تفاعلوا الاثنين مع بعضهم يبقى اذا في هذه الحاله النظام الاقتصادي العالمي سينقسم. ليه؟ لأنه هيبقى عندنا نظام سويفت اللي هو قايم على أوروبا والدول الغربية، وهم هيعملوا نظام تاني. ده يقول لي هنا إيه بقى؟ إن ده نتيجة ده هيحصل حاجتين. الحاجة الأولى إن هو طالما النظام العالمي انقسم يبقى أصبح دلوقتي النظام اللي كنا بنتغنى بيه والعولمة والدنيا كلها بدأ يتشكل نظام عالمي جديد، وبالتالي هنا تصبح بقى الدوافع الإقليمية والتكتلات الإقليمية هي الحل لأحد المشاكل العالمية الموجودة. بمعنى لو الدول العربية تعمل تكتل هيبقى كويس جدا، الشرق آسيا يعمل تكتل، هتبقى التكتلات والتحالفات الإقليمية، لأن النظام العالمي النهاردة النظام المالي والنظام الاقتصادي بينقسم، وكمان أزمة الصين تايوان النهاردة أو الصين وأمريكا أعتقد أنها ممكن تزيد في هذا الأمر. عايزة أروح للتوقعات بأنه القارة الإفريقية يعني هتكون من أكثر المناطق تأثراً اقتصادياً بالأزمة الروسية الأوكرانية، إزاي ستستطيع دول القارة ويمكن الأكثر فقراً كمان تحديداً، إزاي ستستطيع أن تتعامل مع التداعيات الاقتصادية مع التداعيات السلبية يعني، وعلى الأقل خلينا نقول يعني تخرج منها بأقل خسائر؟ الدول الإفريقية هي دول غنية الموارد ودول بتدفع فواتير بقالها مئات السنين وهي ما عندهاش القدرة أو الإرادة السياسية على إنها تخرج من هذه الأزمة. أفريقيا بتمتلك تقريباً أكثر من 60% من موارد العالم وثرواته، عدد سكانها أكثر من تريليون، أكثر من مليار نسمة، كل دي أسواق وأسواق ناشئة وعندها إمكانيات وعندها زراعة وعندها وعندها وعندها، لكن يبقى دائما أنها الإرادة السياسية ما بتبقاش موجودة، وبالتالي تمثل أكبر نسبة فقر في العالم. أفريقيا تمثل أكبر نسبة فقر في العالم وعندها أكبر موارد في العالم، إذن القضية ببساطة شديدة جدا هو كيف تستثمر رأس المال الفكري البشري اللي عندها في توليد الطاقة وتوليد الإنتاج بالنسبة لها. هذا لا يمكن أن يأتي إلا بتغيير استراتيجية الإنتاج وتغيير في الاعتماد على الذات. طب أفريقيا كمان عندها مشكلة إن هو التشابه في الاقتصادات المختلفة هو أحد المعوقات، يعني نفس الزراعة عنده، لا عنده رز ولا عنده قمح، نفس الحاجات. يبقى إذن في هذه الحالة لازم يكون هناك التكامل والتنويع. من هنا أفريقيا قامت بالاتحاد الإفريقي وعملت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وعندها أكتر من تكتل موجود، إلا أن كل التكتلات دي هي تكتلات حبر على ورق ما بتاخدش الدرجة بتاعتها، لأن يكفي أن أقول لحضرتك أن التبادل التجاري اللي داخل أفريقيا لا يزيد عن 17 إلى 18% بكتيره خالص كده. وفي نفس الوقت كل ما يزيد التقدم وهي بصة لفوق شمال أوروبا وبص جنبها في الصين دلوقتي، لكن التعامل الداخلي مش موجود. يبقى احنا دلوقتي في أزمة عالمية بتقول لنا دلوقتي ان في عندنا أزمة كساد وأزمة سكان وأزمة طاقة وغيره، وأفريقيا تمتلك هذه الموارد. يبقى لا يمكن انها تحقق او تخرج من هذه الأزمة الا بالإنتاج، وبمعنى الإنتاج يعني ايه؟ توطين الصناعات، جذب الاستثمارات، ولا سيما إن إذا استمرت الحرب، والتوقعات بتقول إن أوروبا وأمريكا الحرب الأوكرانية الروسية ستستمر أكثر من 10 سنوات وتداعياتها تاخد فترة طويلة جدا، يبقى ممكن هنا احتمالات هروب رأس المال واحتمالات عدم التوطين تصبح في هذه الحالة أفريقيا هي القبلة الجيدة للاستثمارات. لكن هل تتوافر لديها سياسات جذب الاستثمار؟ هل تتوافر لديها التشريعات؟ هل تتوافر لديها تغيير الثقافة؟ هل تتوافر لدى الإرادات السياسية والقوى السياسية والحكم الموجود بالنسبة لها أنها تقدر تجذب استثمارات
وتعمل تحول اقتصادها من اقتصاد ريعي معتمد على المواد الأولية إلى اقتصاد تخليقي. أفريقيا تعتمد فيها الماس وفيها الذهب وفيها كل الحاجات، ومعظم شركات المتعددة الجنسية الناس بتتكلم على إن الفساد موجود في دول أفريقيا وإن الفساد على الأشخاص. أكبر فساد موجود في دول أفريقيا هو فساد الشركات المتعددة الجنسية اللي هي بتقوم بسرقة أموال أفريقيا سواء بترول أو ذهب أو غيره. يبقى إذن في هذه الحالة أموال أفريقيا كثيرة لكن تحتاج إلى قوانين، تحتاج إلى تشريعات، وأول هذه الأشياء هو الحكم الرشيد في الدول الأفريقية. اثنين، التكتلات الاقتصادية، هو إنشاء تكتلات وتكامل بين دول القارة بعضها البعض حتى تستطيع أن يكون لها دور وموجود. لكن لا يمكن أفريقيا بهذا الوضع، الأزمة العالمية الحالية ستؤثر على أفريقيا لأنها تمتلك أو فيها تختص بأكبر نسبة فقر، وبالتالي هذه الأزمة تهدد الفقراء أكثر من الأغنياء. صحيح بتحرق الجميع لكن الفقراء أكثر لأنهم بيدفعوا أو بيصرفوا فلوسهم واستهلاكاتهم على المبالغ على الدخل. طيب، امدادات الطاقة أصبحت هي الهاجس المؤرق الآن لدول أوروبا، يعني خصوصا مع تخوفاتهم بأن يتم وقف امدادات الغاز الروسي. إزاي هتتعامل أوروبا مع هذه المشكلة خصوصا مع قدوم فصل الصيف ومع احتياجهم بالتأكيد بشكل كبير لهذا الغاز؟ الملف ده هايل جدا ومهم جدا على الآخر. هل أوروبا النهاردة بوتين يعني روسيا النهاردة بدأت تاخد إجراءات في إنها تقلل الغاز وتقفل حاجات وتعمل حاجات، دي حاجات اللي هي معروفة في السياسة. لكن أوروبا النهاردة داخل عليها الشتاء، وبالتالي في هذه الحالة عليها أن تدبر مواردها من الطاقة والغاز. من المستحيل على أوروبا أن تعدل أو تغير استراتيجيتها قبل سنتين، على الأقل سنة. يبقى إذن في هذه الحالة أوروبا داخل على شتاء قارس. عندهم عدة بدائل. البديل الأول هو يعتمدوا على الفحم زي ما ألمانيا عملت وغيره، وده يهدد المناخ. طب وهو في هذه الحالة إذا كانت طاقة في الأزمة العالمية ديت يبقى لازم تتعامل معايا. الأمر الثاني، البدائل الأخرى، هل مثلا دولة زي الدول العربية والدول ومركز الإمداد بتاع مصر يقدر يعوض هذا؟ أعتقد برضو هنا إيه سؤال يحتاج إلى استفسار وشك، بمعنى ان اوروبا داخله على الطاقه الغاز. الامر الثاني كمان، اوروبا عندها مش مشكله الدفع، لا ده عندها مصانع وعايزه تشغلها، والمصانع دي مرتبطه بناتج اجمالي وناتج محلي. النهارده المانيا تعد رقم 3 على مستوى العالم في الناتج الاجمالي، اذا كيف يمكن ان تعيش بريطانيا فرنسا؟ كل ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان احنا دلوقتي العالم النهارده داخل على حاجة جديدة، وهل الطاقة الجديدة والمتجددة تستطيع أوروبا أنها تعمل إحلال لها خلال السنتين الثلاثة اللي جايين؟ وهل يمكن تصدير الطاقة اللي موجودة من الدول التانية؟ كل الأسئلة دي بتقول أن أوروبا لا تستطيع أن توفر الطاقة خلال السنوات المقبلة، اللي هو الشهور الستة المقبلة أو السنة المقبلة، وبالتالي أقصى شتاء هيمر على أوروبا هو الشتاء القادم. وبالتالي هنا إيه؟ بدأت تبدأ بقى هنا إيه؟ الأمم المتحدة يحركوا الأمم المتحدة في اتجاه حل مشكلة القمح وكده، وحل مشكلة الطاقة اللي هو يعني يفصلوا بقى السياسة عن الاقتصاد ويخلوا أمريكا أوروبا قصدي روسيا تشتغل أو تقدم محاولة الخروج من مأزق، محاولة إن احنا نفك ده. لكن أعتقد أيضا إن هو ده لن يقدم بوتين ذلك إلا إذا أخذ منه الثمن، وهو الإفراج وتقديم بعض الدعم للاقتصاد الروسي أو على الأقل إزاحة بعض الحظر اللي كان موجود عندهم في هذا الشكل. كل ده بيقول لنا إيه؟ إن العالم النهاردة في أزمة كبيرة، وبالتالي لازم الدول الناشئة تبدأ تشتغل على زيادة إنتاجها وتزود مواردها وتحول طاقتها، وتكون في هذه الحالة ترشيد الإنفاق الداخلي ويكون الأمر جيد. الأمر الثاني كمان إن الدول الثانية لازم تبقى هنا. بيقول لي بقى التجارة العالمية، حركة التجارة العالمية الفترة القادمة هتبقى إزاي والتأثير، لأن هنا اللوجستيات بقى يحصل فيها إيه. وبالتالي أعتقد إن إحنا داخلين على لازم يكون الفترة القادمة هيبقى عندنا الاتفاقيات والاتحادات الإقليمية،
والاتحادات الجمركية أحد أدواتنا للتعامل مع الأزمة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، شرفتنا يا فندم. شكرا ليك. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل حديث الأخبار، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، وحوار مستمر في حديث الأخبار عن الأزمة الروسية الأوكرانية وقراءة في آخر المستجدات والتطورات مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. أهلا بك منورنا يا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا. يعني مع دخول بقى الأزمة في شهرها السادس، بتشوف إزاي التطورات الأخيرة في المشهد العالمي، إلى أين وصلنا؟ يعني طبعا في المبادئ الأساسية احنا اتفقنا أنه ما يجري في الميدان الأوكراني ليست حربا روسية أوكرانية، وإنما هي حرب ذات طابع عالمي تجري في الميدان على أرض أوكرانيا. وربما يكون أوكران وقودها الأساسي بنظرية الحرب حتى آخر أوكران. طبعا هذا واضح جدا في تدفق السلاح ونوعيات السلاح وتطور نوعيات السلاح، وأن الحرب أصبحت في أحد جوانبها مباراة مجددة بين السلاح الروسي والسلاح الغربي عموما والأمريكي في مقدمته، وفيه يعني نحو 40 دولة بتقدم إسهامات مباشرة في الحرب الأوكرانية، سواء بعمل المخابرات أو بتقديم السلاح أو بالتحمل الأعباء الاقتصادية الفادحة المتزايدة بمرور الوقت على نحو ما هو ظاهر في الاقتصاد الأوروبي أساسا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وفي الاقتصاد الأمريكي، ثم طبعا اقتصادات اللي احنا التي تعودنا ان نسميها اقتصادات ناشئه. والاقتصادات الناشئه دي نوعان، نوع يعني في امل يعني بتتطور قابله للتطور، يعني مصر تركيا الارجنتين الى اخره، وتاثرت طبعا بشده، والاقتصادات طبعا الراكده جدا في الدول الاكثر فقر. فالحرب متعدده الجوانب وذات طابع عالمي. في خلال الشهور التي مضت الخمسة شهور واستطرادا يعني في شهور مقبلة ربما تتطور إلى نحو 8 شهور في تقديري، في أقل تقدير مرئي، أنا أتصور أنه مثل هذه الحروب أو نزاعات دولية ذات المدى الطويل بتظهر نتائجها في شيء محدد أنا أسميه من يصرخ أولا من طول المدة. لأن في الإطالة منهجان، منهج روسي قوامه شهور ومنهج غربي قوامه سنوات، لكن المنهج الغربي يبدو منهجا بالتمني يعني على أساس الفكرة المتعلقة بتحويل أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية بالنسبة للروس، وكما فعلت حرب أفغانستان الأولى ذات 10 سنوات في الاتحاد السوفيتي أنهكته وكانت من عناصر ومقدمات سقوطه انهياره وتفككه. يتصور الأمريكيون أو المخططون الأمريكيون أن هذه أفغانستان ثانية بالنسبة لروسيا بوتين. المفارقة، والتاريخ مكار عموما، وفي حاجة اسمها مكر التاريخ. مكر التاريخ بمعنى إيه؟ أنك تنوي على شيء ثم تفاجأ في النتيجة بشيء آخر. أنه أوكرانيا قابلة فعلا للتحول لأفغانستان، لكنها أفغانستان ثانية بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة للغرب في تقدير. أمراض ذلك إيه؟ أمراض ذلك واضحة جدا في أنه مثلا عقوبات ليتوانيا اللي كانت جزءا من عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعاقة التجارة وانسياب التجارة من الأرض الروسية إلى إقليم كالينينغراد المنفصل جغرافيا عن الأرض الروسية بأثر مما جرى من تفكك الاتحاد السوفيتي، سرعان ما ضغطت ألمانيا على ليتوانيا لإلغاء هذه العقوبات. اتنين، بنجد أنه القضية المطروحة مع اتفاق الحبوب التركي أنه الروس ببساطة ينظرون الأمر على النحو التالي: لا مانع عندنا من تسهيل مرور الحبوب الأوكرانية إلى انسيابها إلى العالم. طبعا في أول سفينة المفروض تصل إلى لبنان حاملة 26,000 طن من الذرة. لكن في المقابل نحن نريد إزاحة كافة العقوبات المعيقة لتدفق الحبوب الروسية أو الأسمدة أو الأغذية أو كذا. نظريا الاتحاد الأوروبي وأمريكا
أعلن أنه لا توجد عقوبات على هذه الجوانب، لكن ما يتطلع إليه الروس وما يضغط من أجل الروس هو تفكيك عقوبات في مجالات أخرى مؤثرة على انسياب تجارة الغذاء والحبوب الروسية. طبعا معروف أن روسيا هي المصدر الأول للقمح في العالم وأوكرانيا رقم 6، فإذا كان في كلام عن 20 مليون طن في أوكرانيا نتكلم عن 50 مليون وربما أكثر في روسيا. وطبعا مجرد الإعلان هذا الاتفاق أثر على أسعار القمح، هبط بها، وطبعا انسياب القمح الروسي مع القمح الأوكراني سوف ينزل بأسعار القمح ربما إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. لكن الروس يتطلعون إلى أنه في مصاعب في التأمين على السفن الناقلة لهذه الحبوب من قبل شركات التأمين الكبرى لويدز وغيرها، أيضا يتطلعون لتوسيع مساحة البنوك الروسية الداخلة في إطار نظام سويفت، لأن الشركاء المفترض أن يدفعوا عبر هذا النظام، إضافة لعناصر أخرى جرت زي ما شفنا قرارات الاتحاد الأوروبي لما جاي يؤكد على العقوبات السالفة. أضاف فكرة أنه السماح لشركات الطاقة الأوروبية بتداول البترول الروسي لأطراف ثالثة، يعني شركات الطاقة الكبرى يعني اللي هي إن بتاخد البترول من البحر وتتصرف طيب وهكذا. فالذي يصرخ أولا بها واضح تدحرج رؤوس الحكومات الغربية إلى آخره، كل هذه مظاهر للصراحة. في ظل هذه الأزمة، يعني أزمة الاقتصاد والطاقة العالمية، أستاذ عبد الحليم، هتتطور إزاي في رأيك يعني الأزمة على الأرض ما بين روسيا وأوكرانيا؟ الجانب العسكري لا يزال تقديري ببساطة أنه تزويد الغرب لأوكرانيا حتى بالرجال بطريقة غير مباشرة والخبراء والاستخبارات وغيرها وغيرها قائم، لكن أثره إيه على مجريات الحرب؟ أثره أن يعيق، أن يطيل الوقت، لكنه لا يمنع ما يبدو قدرا وهو النصر الروسي بسبب التفاوت الهائل في أحجام القوة الكلية. أيضا روسيا في تصوري ليست في عجلة من أمرها، بقالنا أسابيع فيما يمكن أن نسمى وقفة تعبوية للقوات الروسية والاقتصار على عمليات القصف سواء بالصواريخ التي يسمونها في روسيا عاليات الدقة أو بالطائرات، يعني ما فيش تقدم بري. آخر معركة لسيتشانسك وكلام عن التوجه لباخموت وكراماتورسك وسلافيانسك في إقليم تاني، خلصوا من إقليم لوغانسك، المفروض يتكلموا عن الإقليم الآخر في الدونباس دونيتسك. في مش تباطؤ حتى في توقف، وكانت علامته كلام الرئيس الروسي لوزير الدفاع سيرجي شويجو بعد الاستيلاء على تشانشك اللي هو إعطاء راحة لبعض القوات. الروس يبدو حريصين من الدروس الأولى على تقليل نزيف الخسائر البشرية وغيرها في صفوف قوتهم، وهذا ما يشرح التباطؤ. لكن هم وجدوا أن الإطالة المعقولة لمدى الحرب تزيد في استنزاف الطرف المقابل، لأنهم يعرفون أنهم لا يواجهون زيلينسكي ولا غيره من عرائس الميرونيت، هم يواجهون الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي. لكن هل تعجل يعني هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، هل تعجل من يعني الاقتراب من حل أو الوصول لحل في الأزمة؟ هو طبعا في أصوات في الغرب، يعني بصرف النظر عن منطق الحرب، تعرف أن في هناك نظريتان، يعني نظرية غربية بتتكلم عما يبدو وجيها انه دي دوله بتعتدي على دوله اخرى معترف بها دوليا، وسبق لها هي نفسها روسيا سنه 1994 في اتفاق سابق بودابست انها سلمت باستقلال اوكرانيا في حدودها الراهنه. المشكله هذه النظريه التي تبدو وجيهه ومتسقه مع ميثاق الامم المتحده أن الناطقين بها هم آخر من يمكن أن يصدقوا في هذا الإطار. الولايات المتحدة شنت 100 حرب بعد الحرب العالمية الثانية وعلى بعد آلاف الأميال من حدودها، فحين نسمع صوتا من أمريكا يتحدث عن سيادة الدول واستقلالها يبدو الأمر نوعا من العبث، يعني مسرح العبث، يعني صامويل بيكيت مات من زمان هم بيعملوا مسرح عبث سياسي. إنما النظرية الثانية هي النظرية الروسية السردية الروسية للعلاقات التاريخية الخاصة بين روسيا وأوكرانيا،
اعتبارات الأمن القومي الروسي. طبعا صعدوا اعتبارات الأمن القومي الروسي في احتفال يوم الأسطول الذي جرى مؤخرا حين تحدث بوتين، تحدث عن صواريخ جديدة كمان ستدخل، مش صواريخ تسيركم بس ولا صرنات ولا دخلها الخدمة، اتكلم عن أنه هيمنة أمريكا الكونية خطر مباشر على الأمن القومي الروسي. يعني طبعا احنا سمعنا كثيرا سواء في وثائق الأطلنطي أو في الوثائق الأمريكية عن اعتبار الصين العدو الأول وروسيا هي العدو الثاني، وطبعا العدوان يمكن أن يتقاربا بعد التطورات الأخيرة بيلوسي وغير بيلوسي. إنما الذي حدث أنه في حقائق على الأرض، منها مثلا قد يتصور المرء أن البحرية الأمريكية هي أكبر بحرية في العالم. يعني كلنا نسمع الأسطول السادس والأسطول السابع وغيرها والحروب الكثيرة التي جرت يعني. لكن المفارقة أن البحرية رقم واحد، البحرية العسكرية رقم واحد في إحصاء 2000 في تصنيف 2022 هي البحرية الصينية، وثاني بحرية في الترتيب هي البحرية الروسية، وثالث بحرية في الترتيب هي البحرية الأمريكية. العالم يتغير بصورة سريعة جدا، وما كان البعض يتحدث عنه من هدف محتمل أو تطور محتمل عن تعدد الأقطاب أصبح أمرا واقعا. والسلوك على القمة الدولية سوف يتراوح ما بين قاع الحرب الباردة ومستويات من السخونة سواء متوسطة أو كبيرة. إنما في هذا السياق أنا أعتقد أنه الإرادة إرادة مين؟ أنا أتصور أنه رغم عدم وجود معلومات دقيقة حول هذه النقطة، لا أدعي يعني علما بخبر، إنما ما أتصوره أنه مع نهاية العام يعني في الخريف مع قدوم الشتاء قد تتوقف العملية العسكرية الروسية في طورها الحالي من طرف واحد، مش باتفاق سك استسلام، مما دعا إليه كيسنجر اللي قال اعطوا روسيا ما تريد لكي تتجنبوا ما هو أسوأ، أو كلام توني بلير إن هذه حرب عالمية ولن نكسبها. وطبعا خدوا بالكم إن توني بلير ده قبل 30 سنة أو مش قبل، قبل 20 سنة في حرب العراق كانت تسميه الصحافة البريطانية ذيل الكلب الأمريكي. كيسنجر حين استبطأ استجابات القادة الغربيين راح ينعي عليهم تواضع شأنهم ويتحدث عن الغرب اللي كان في يوم من الأيام فيه قيادات كبرى من نوع تشيرشل وشارلي ديغول وحتى رئيسه نيكسون يعني. فالوضع ببساطة ما يمكن أن نقطع فيه الآن باطمئنان أن الغرب لن ينتصر في هذه الحرب. هل نستطيع أن نقطع بذات القدر من اليقين بأن روسيا ستحقق نصرا كاملا أو جزئيا أو بتاع؟ هذا أمر موضع جدال. طيب، الولايات المتحدة أعلنت يعني تقديم مزيد من المساعدات العسكرية يعني أو الأسلحة تحديدا لأوكرانيا بقيمة حوالي 550 مليون دولار، منها قذفات لصواريخ يعني أو ذخائر لقذفات الصواريخ هيمارس. هل ده سيغير من يعني قوة التوازن في هذه الأسلحة؟ هيمارس مستخدمة منذ فترة كما تعرفين، والكلام كان في الأول عن 4 قذيفات تطور لـ8 لـ12 لـ20 إلى آخره. طبعا حتى الصحافة الأمريكية نفسها والصحافة البريطانية بتتحدث عن أنه لدى روسيا أسلحة يمكن القضاء بها على خطر هيمارس، ولدى حلفاء روسيا سواء الصين أو حتى كوريا الشمالية قذيفات أكثر تأثيرا يعني للمفارقة. هذا ما أقصده بالإعاقة، إنها ممكن تؤثر في سرعة تقدم القوات الروسية، فما بالك إن إذا كانت القوات الروسية نفسها قررت إجراء نوع من الوقفة التعبوية لم تنتهي إلى الآن في اتجاه السيطرة على المدن الثلاث المهمة الباقية من إقليم دونيتسك. لكن ستتقدم إلى ذلك. الأسئلة التي تبدو معلقة في مجرى الحرب على الأرض ليس انه اوكرانيا هتنتصر، طبعا هذا احتمال هزلي، انما او احتمال في تقديري ببساطه غير وارد يعني يجب ان نستبعده تماما يعني، او الغرب ينتصر عسكريا على روسيا، لانه القضيه بالنسبه لبوتين قضيه مصير يعني وقضيه قضيه جوهريه. انما بالنسبه للغرب بعض التصرفات الأمريكية طبعا محكومة بالتوازنات الداخلية واقتراب موعد التجديد النصفي
للكونجرس ومستقبل حزب الرئيس اللي هو الحزب الديمقراطي، هيفقد الأغلبية ولا لا؟ هو لدي أغلبية في مجلس النواب ومتعادل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ. إذا انقلب هذا الميزان بيؤثر على موضع الرئيس، وبتحول الرئيس بالتعبيرات الأمريكية وليس تعبيراتنا إلى بطة عرجاء قبل الموت. فالكلام هنا أنه القرار في الغرب أو القرار الأمريكي، إحنا بنلاحظ أنه رغم كل الكلام الكثير حوالين الإجراءات والاحتياطات وإزالة ضريبة البنزين في أمريكا لمحاولة تخفيض سعر الجالون وكذا وكذا وكذا، إنما لا يزال التضخم متزايدا رغم تدخلات بنك الاحتياط الفيدرالي ورفع سعر الفائدة وكذا، في مخاطر أعمق على المستقبل الأمريكي، أهمها في تقديري تفكيك هيمنة الدولار على نظام النقد العالمي. هل هذا حدث؟ لا، لم يحدث طبعا، يعني لا زال الغلبة للدولار حتى اللحظة التي نتحدث فيها، لكن حاصل تآكل في الأطراف باتفاقات المبادلة أو المقايضة، بالتعامل بالعملات الوطنية، باتساع نطاق منظمات مقابلة للنظام المالي الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة، فيه دلوقتي البريكس ومنظمة شنغهاي، البنك التنمية إلى آخره، في تفكك في هذه الهيمنة. الهيمنة النقدية هي أساس، هي الأساس، هيمنة الدولار هي الأساس النقدي للهيمنة الأمريكية الحالية. في الصعيد الدولي ما يمكن القطع فيه إنه فكرة أحادية القطبية الأمريكية أو إن أمريكا قادرة على كل شيء وتفعل ما تريد وقانونها استغفر الله ذي طبع إلهي، هذا الكلام انتهى، انتهى، مش لسه هينتهي، انتهى. السؤال، أمريكا نزلت من القوى العظمى بألف لام التعريف إلى قوى عظمى بين متعددين، ولن تكون أولاهم. صندوق النقد الدولي زي الهوى الغربي اتكلم من أسبوعين عن أنه الوضع الحالي وليس المحتمل وليس المتصور ولا المستقبل، أنه اقتصاد الصين بتعادل القوى الشرائية هو رقم واحد، رقم واحد من سنوات، يعني احنا مش بنتكلم عن التوقعات الغربية بتاع سنة 2028 هيحصل هذا التحول، حدث بالفعل، ونسبته في الاقتصاد الدولي يعني متزايدة، فرق يعني تقريبا الصين بتقترب من 19% من الاقتصاد العالمي، أمريكا بتتكلم عن نحو 16% أو أقل، وأوروبا طبعا بعدها. أوروبا هي التي ستهرس، إنجاز استخدام هذا التعبير في هذه المعركة، إن أوروبا ليست دولة واحدة، أوروبا اتحاد أوروبي، دول متعددة ذات مصالح أحيانا بيجري بينها التناقض، وهي تكتشف في المحنة أن انسياقها الأعمى وراء أمريكا، وهذا ظاهر جدا في التصرفات إزاء الوضع الأوكراني إلى الآن، سيوردها موارد الجحيم، نعم. ليس فقط بتدحرج رؤوس الحكومات وإنما بمشاكل الاقتصاد ثم تراجعات اليورو، اليورو من فترة بيقترب مستوى من مستوى الدولار، وهذا أمر لم يحدث من 20 سنة، نعم. مضت، إضافة لمعدلات التضخم، إضافة لطبيعة النظم السياسية الأوروبية اللي بتخلي أن الجمهور طرف أساسي، الجمهور كمان في استطلاعات الرأي المتكررة بيزيد ضيقه بفاتورة الحرب الأوكرانية، حتى بدأ يضيق باللاجئين الأوكران، حوالي 10 ملايين أوكراني حتى الآن خرجوا من البلد، ففيه مصاعب متزايدة أكتر، يعني يمكن طبعا الدول اللي احنا اقتصادات الناشئة أو اقتصادات ما كنا نسمى العالم الثالث، احنا مبقناش عارفين ايه ترتيبنا بالضبط، لكن الـ أوروبا كمان في أزمة الطاقة قد تلجأ إلى مخارج، رأيناها بالفعل من نيجيريا إلى الجزائر إلى شرق المتوسط، إلى اتفاق مع القاهرة، إلى اتفاق مع قطر، نعم. إلى آخره، لكن هذه الأطراف يمكن أن تزود أوروبا ببعض ما تحتاجه، لكنها لا تقوم بديلا عن الغاز الروسي، بينما روسيا لديها بدائل في تصدير الغاز، نعم. كلام عن إقامة شبكة باتجاه الصين وباتجاه الهند، والتطورات الدولية الأخرى بعضها تحدثتم عنها، نعم. من قبل، وأنا أريد أن نكرر الحديث عنها، بتزيد في تصوري من فكرة متانة الحلف الروسي الصيني، نعم. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، شرفتنا يا فندم، شكرا لك. ربنا
ربنا يحفظك. بشكر حضراتكم وأقول لكم تصبحوا على خير، وإن شاء الله نشوفكم مرة أخرى في حديث الأخبار. إلى اللقاء.